بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن حبيبنا ونسيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيننا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به ناسا من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصي نفسي عباد الله بتقوى الله تعالى، وأوصيكم كذلك بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا الله ربي وربكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقبل رمضان والخير في إقباله، أقبل رمضان ونفوس المؤمنين تشتاق إلى أيامه. اللهم بلغنا الشهر الكريم، ووفقنا لما فيه لما يرضيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اعلموا أيها الأحبة أن فرضية صيام رمضان أمر معلوم من الدين بالضرورة، أي يشترك في معرفة ذلك العالم والعامي من المؤمنين، وذلك ثابت في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فمن جحد وجوب صوم رمضان فقد كذب أو كذب بالدين وفارق الملة، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو مثله، كما نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين فلم يسمع بوجوب صوم رمضان. فمن بلغه الله رمضان ووفقه للصوم فليحمد الله على هذه النعمة، فإن الصوم طاعة عظيمة وفريضة جليلة، وحيث إنه يجب على كل مسلم ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى فيه، ما أحل الله تعالى فيه أو ما أحل الله تعالى منه وما حرم. فيناسب أن نتكلم عن بعض أحكام الصوم ليصوم الصائم على علم بما يحتاجه من مهمات هذه العبادة الكريمة. فنقول: وبالله التوفيق، يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف، ولا يصح صوم رمضان، لا يصح صيام رمضان من حائض ونفساء
ويجب عليهما يعني على الحائض والنفساء عليهما القضاء، ويجوز الفطر لمسافر إن كان إنسان مسافرا بشروط معينة، وإن لم يشق عليه الصوم، ولمريض كذلك، ولمريض مرضا يرجى شفاؤه، لكن يشق عليه لمرضه الصوم مشقة لا تحتمل، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما الفطر، ويجب عليهم القضاء فقط. أما إن أفطرت الحامل خوفا على الجنين أن يجهض، أو أفطرت المرضع خوفا أن يقل اللبن، فيتضرر الرضيع، فعليهما مع القضاء الفدية، هذا في المذهب الشافعي وفي المذهب الحنفي. ومن عجز عن الصوم لكبار أو مرض لا يرجى شفاؤه أفطر وأخرج الفدية، وهي مد من غالب قوت البلد، وهو القمح في بلاد يعني بلاد المسلمين مثلا، والمد ملء كفين معتدلتين، ويجوز في فدية ويجوز كذلك في فدية في الفدية الشيخ الفاني عاجز عن الصوم، إذا كان شيخا عاجزا عن الصوم تخرج منه الفدية، إخراج قيمة ما يغدي ويعشي بالمال عند الإمام أبي حنيفة عن كل يوم. ويصح في المذهب الحنفي أن يخرجها أول الشهر عن الشهر كله، أو يؤخرها فيخرجها آخر الشهر عن الشهر كله، ولعل عمل أكثر الناس اليوم يوافق هذا القول فلا بأس به، وفيه فسحة للمؤمنين. وللصوم عباد الله ركنان اثنان لا بد من مراعاتهما لصحة الصيام، وهما: أولا، الركن الأول النية، ومحلها القلب، فلا يشترط الناطق بها باللسان، وهي واجبة لكل يوم من رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة كالصلاتين يتخللها التسليم، ويشترط في الصوم الواجب التبييت والتعيين في النية، ومعنى التبييت إيقاعها ليلا أي فيما بين المغرب والفجر، وأما التعيين فتعيين أنه من رمضان أو عن نذر أو كفارة مثلا، وذلك كأن يقول بقلبه نويت صيام غد من شهر رمضان أو نذر أو كفارة يمين، هذا كله يجوز. فإن كان في رمضان ولم ينوي حتى أصبح أمسك بقية يومه ويلزمه القضاء في المذهب الشافعي، يصح في المذهب الحنفي لمن لم ينوي حتى أصبح في رمضان أن ينوي فيما بين الفجر وقبل نصف النهار ما لم يتعاطى مفطرا، وتكفي النية أول ليلة من رمضان عن جميع الشهر في مذهب الإمام مالك. مذهب مالك يقول يعين يعني النية تكون فقط يعني في أول يعني ليلة رمضان، ولا يعيد النية مرة أخرى في أيام في ليالي رمضان. الركن الثاني وهو الإمساك عن المفطرات، من الفجر حتى الغروب، ومن المفطرات كل عينين دخلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، والمنافذ المفتوحة الأنف والفم والقبول والدبر والأذن، ولا يفطر من استعمل القطرة في العين، ولا من نام طيلة النهار، ولا من أكل أو شرب ناسيا، ولا من تعاطى دواء من منفذ غير مفتوح كالإبرة في العضل أو الشريان، بخلاف الحقنة القبول أو الدبر فإنها مفطرة.
كذلك من المسائل التي يجتنبها الإنسان، ويفطر من استقاء أي أخرج القيء بطلب منه بنحو إدخال إصبعه أو ريشة. وأما إن غلبه القيء مثلا فلا يفطر، بشرط أن لا يبتلي عريقه المتغير، ولا يفطر من بلغ ريقه الخالص من دخل ما دام داخل الفم. فإن اختارت الريق بالدم أو غيره مما دخل إلى الفم فابتلعه أفطار. ويفطر أيضا إن ابتلع البلغم عامدا بعدما جاوز مخرج الحاء، أي بعد وصوله إلى الفم، فإن لم يجاوز مخرج الحاء فابتلعه لا يفطر. الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نوقف لهذه النقطة إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.